اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا العد التنازلي لمباراه الترجي التونسي خلاص ابتدى، مباراه غايه في الاهميه بالنسبه للفرقتين. كل فريق عنده طموح واحلام بالوصول لنهائي دوري ابطال افريقيا، مش بس كده كل فريق عايز يفوز باللقب. ان شاء الله الاهلي يكون هو الموفق بخصوص الفوز بهذا اللقب الغالي للموسم الثاني على التوالي. انا في هذه اللحظات معايا مداخله مهمه جدا جدا من تونس من خلال سكايب مع الصديق العزيز والاعلامي الكبير والشهير الاعلامي التونسي امير بوكا. يا امير اهلا بيك. اهلا بيك يا امير، شنو احوالك؟ عامل ايه؟ الشهره عندك انت يا اخويا حبيبي. الحمد لله، فرحان برشا اني نتواصل معاك مره اخرى. نحب نحييك انت ونحيي كل الساده المشاهدين قناه الاهلي وبرنامجك انت الترند. برافو، نحب نقول لك من تونس مش مجامله، برافو برافو على العمل الكبير اللي تعمل فيه والخدمه اللي تخدم فيها، حاجه روعه ونتمنى لك كل التوفيق. حبيبي يا امير، تونس وش السعد عليا، كنت مع الاهلي في تونس هناك في مباراتي النجم الساحلي والترجي، وكسبنا الاثنين وتاهلنا من خلالهم كترجي الاول، وكانت انطلاقه بالنسبه لي مهمه جدا، فبحب تونس والشعب التونسي بشكل كبير، وطبعا انت منورنا ومشرفنا. ففي البدايه عايز اتكلم معاك بخصوص مباراة الأهلي والترجي، وكيف ترى هذه المباراة يا أمير ومدى أهميتها؟ مباراة أمير أنا سماها مباراة القرن، حتى تمام. ولو كانت نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فهي بطعم نهائي دوري أبطال إفريقيا. نعرف زوز فرق هذوما كبار القارة الإفريقية، ترجي أو الأهلي، لطالما دائما كانت المقابلات هذه بين زوز فرق الترجي والأهلي مهمة جدا لزوز فرق، حتى ولو كانت في دور المجموعات. يعني الناس اللي بتتكلم كي تحكي على الترجي ضد الاهلي، حتى لو كانت مقابله دور المجموعات، حتى لو كانت وديه، فديما تلقاها الطابع نتاعها جدي برشا بحكم تعرف القاعده الجماهيريه نتاع زوز فرق والعلاقه نتاع زوز فرق. مقابله من اجل عبور النهائي، من اجل وصول لنهائي دوري الابطال افريقيا. زوز فرق يمكن الاهلي المتوج بالنسخه الماضيه، الترجي بالنسخه اللي قبله، هذاك علاش قلت انا نهائي قبل الاوان، يعني مقابله مهمه برشا للفريقين. وانا انت كنت تحكي قبيل على وجه السعد، انا بطبيعه كاعلام تونسي نتمنى فوز الترجي، ولكن ديما نقول ان شاء الله تبقى وتلعب بالمقابلات هذه فوق الميدان وتقعد ديما علاقات قويه برشا تربط الاهلي والترجي. طيب هسالك في كم نقطه مهمه جدا هي بتشغل بال جماهير الفرقتين سواء جماهير الاهلي او الترجي، وهو بخصوص الطلب اللي قدمه نادي الترجي بخصوص حضور الجماهير لمباراه الذهاب. ايه اخر التطورات في الملف ده؟ هو شوف، هو في الايام الماضيه امير قبل 3 ايام تقريبا جماهير الترجي الرياضي نزلت للشوارع في مظاهرات للمطالبة بحقها في حضور جماهيرها لمؤازرة فريقها في مقابلة مهمة كمقابلة الأهلي المصري. وما يخفى على حتى حد، ما يخفاش على متابعي قناة الأهلي ولا حتى الوطن العربي الكل، اللي قوة الترجي ولا جزء كبير من قوة الترجي تكمن في جمهور دائما يساند الفريق. نفس الشيء بالنسبه للاهلي المصري. يمكن هنا الفرق بين الاهلي والترجي بصراحه نقولها امير، اللي بالنسبه للاهلي المصري حتى اتحاد الكره عندكم في مصر ولا حتى تعامل الصوره في مصر تدعم الاهلي المصري، مع الاهلي المصري لانه فريق يمثل مصر. نفس الشيء بما يخص النصف النهائي الاخر مقابله الوداد وكايزر تشيفز، فما دعم كبير في تونس نشوفه، فما مظاهرات احزاب سياسيه تخرج بالالاف، ما فماش تصريح والامور طيبه كيف ما يتقال. نشوف تظاهرات ثقافيه، بل وتم الاعلان على برنامج مهرجان كارتاج الدولي في النسخه القادمه، ما فماش كورونا. عندما يتعلق الموضوع بجماهير الترجي او بعوده المشجعين للمدارج يكون فما كورونا ويكون الوضع خطير ولا نستطيع السيطره على الوضع الصحي والكلام هذا. هذا الشيء اللي خلى الجماهير تتعب، اللي خلى جماهير الكوره بصفه عامه في تونس تتعب، لان كيف ما تعرف نفس مصر بالضبط نسمع عندكم الجماهير هذه تعيش وتتنفس كرة قدم. طبعاً الجماهير هذه وقت تمشي للمدرجات هي سند كبير برشا للفرق نتاعها، خاصة مع جائحة كورونا برشا فرق أمير اضطرت ماديا معنويا من غياب الجماهير على الملاعب. فلذلك اليوم فرصة، ترجي رياضي هو ممثل تونس في البطولة هذه، نصف نهائي ضد فريق القرن في إفريقيا، ضد فريق ولا كيان دائما نسميه كيان كالأهلي المصري كبير برشا. ترجي بحاجة كبيرة للجماهير، وتقدم فعلا الترجي الرياضي التونسي بطلب رسمي للجهات المختصة للمطالبة بحصول على بين قوسين. هل في رد بالخصوص ده، طلقات ترجي بشكل رسمي ولا لسه؟
لا هو 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 الطلب تقدم على 12000 او 13500. تمام. اخر الاخبار اللي تجيني انا من مصادري اللي يمكن لربما سيتم الموافقه على 5000 فقط، لربما فمش حد شيء مؤكد، ولكن الامور ماشيه ان شاء الله في حضور جماهير الترجي في المقابله هذه. طيب كيف تتناول وسائل الاعلام التونسيه هذه المواجهه المرتقبه بين الفرقتين، وكيف تتناول كمان حظوظ كل فريق في التاهل للمباراه النهائيه يا امير؟ به الاعلام الرياضي التونسي احنا عندنا متابعين جدا كل اخبار الاهلي المصري، يعني نجم نعطيك حتى على محمد اجدي افشا اللي سيكون حاضر في المقابله هذه بنسبه كبيره برشا، مع غياب محمد هاني، مع عوده علي معلول وبضع غيابات اخرى في الاهلي. الاعلام الرياضي التونسي مركز برشا في الفتره الاخيره كذلك على غيابات الاهلي، ما يخفيش على الجميع صحيح الاهلي فريق عظيم وفريق كبير برشا وفريق موش سهل، فريق بطل افريقيا نحكيوا عليه نتاع النسخه الاخيره، وسيواجه الترجي بشخصيه البطل وسيحاول المحافظه على لقبه، ولكن الاهلي بالنسبه للوسائل الاعلام التونسيه او الاعلام الرياضي التونسي، الاهلي 2021 مش الاهلي 2018 2017 صحيح، ولكن الاهلي يبقى الاهلي المصري. بالنسبه للمقابله انا قلت يمكن برشا في مصر يمكن او في تونس ما تطرقوش النقطة مهمة جدا اللي هي الترجي الرياضي التونسي اول مرة سيواجه الاهلي المصري بنظام الذهاب في تونس والاياب في مصر. تمام. نحكي على الادوار المتقدمة. تواجهوا الذهاب في تونس والاياب في مصر مرة وحيدة، كانت عام 2011 انتهى وقتها الذهاب في دور مجموعات دوري الابطال بانتصار الترجي 1-0 في تونس، والعودة في القاهرة وفالت مقابلة بالتعادل 1-1. نفس الشيء بالنسبة للزمالك المصري في دور مجموعات الموسم الحالي، الترجي لعب مقابلة الذهاب في رادس والإياب في مصر. فإذا الترجي هذه نقطة مهمة برشا، على خاطر الترجي عادة في الأدوار السابقة يمكن في العشرية الأخيرة يلعب عادة الذهاب خارج أرضه والإياب في تونس. طيب أمير آخر سؤال هسألك فيه وعايز رد سريع بخصوصه، هو فيما يتعلق بالشكوى اللي قدمها خماسي الترجي بخصوص المستحقات، احنا كنا سمعناها وتقارير سمعناها من خلال الاعلام التونسي، اخر التطورات في الملف ده تحديدا ايه، وهل الشكوى اللي زي دي مثلا ممكن تاثر على اللاعبين وعلى فريق الترجي في مباراتي الاهلي ولا لا؟ باهي انا على مسؤوليتي امير ناكد لك معلومه مهمه برشا بحسب مصادر المقربه من الجامعه التونسيه لكره القدم. تمام. ومن اداره الترجي الرياضي التونسي، كل ما قيل عن تقديم خماسي للترجي لشكوى ضد الفريق مجرد اشاعه ما حصلش اصلا يعني ابدا ابدا. واللاعبين حتى في الحصه التدريبيه شفنا الصور اللي امنهم زميلنا احمد مادو. تمام. من اداره الترجي في الهيئه الاعلاميه للترجي الرياضي التونسي، ردوا اللاعبين هذوما الخمس لاعبين ردوا على الاشاعات هذه بصور على شعار الترجي الرياضي التونسي. تمام. الامور على العال، نعرف الحرب الاعلاميه موجوده في كره القدم في العالم مش لكن في المقابلات هذه، ولكن اكد لك ما فماش شكوى من اي لاعب في الترجي الرياضي التونسي ضد الفريق. تمام يا امير انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا وكانت مداخله قايمه وسريه جدا بالمعلومات المهمه. الصديق العزيز امير بوكا الاعلام التونسي الاعلامي التونسي الكبير كان معانا على الهواء مباشره من خلال سكايب، واتكلمنا عن تفاصيل استعدادات الترجي لمباراه الاهلي يوم السبت باذن الله، وكانت مداخله مهمه. هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل ناخد اخر فقرات حلقه الترند النهارده. يلا بينا.